السلام دراري معكم ار على فيديو جديد او رياكشن جديده الدراري. هاد الرياكشن غتكون مختلفه واحد شويه عليكم لحقاش. كنشوف الراب المغربي بدا كيخرج لها الراب وبدا كيتحط في الحسد وهذا كيطيح هذا علاش؟ حيتاش من البيف اللي واقع انتم كاملين عارفين هاد الدراري البيف اللي واقع كامل في المغرب كنشوفوا شي ناس مشكله ديال الاطلس كيبغيو يطيحوا بالرابور اللي معلي الدرابو ديال الاطلس. الا جينا نشوف داك الاطلس كامله غنجبروا شامتي برمودا وبوز هاد جوج الناس هما اللي معليين الدرابو ديال الراب ديال الاطلس. جنتي عدبادي الدراري قجمة انتم عارفين عودة ومقاتل عدبادي مدواش باش نكون واضحين، ولكن انفو دخلت فاميليا في الكلاش بدا بنادم كيتكشكش فهمتي، وهي المشكلة كتبارطاجي حيتاش لا علاقة بالرب اول حاجة وما كانش خصها تدخل من الرب. دابا انا كنت عطيت هذاك شابو كانها دخلت الرب، ولكن ملي دخلت الرب بنادم سيبورطاها من لهذا كنكتشفوا كاخذنا غا ما سيبورطيناهاش. هذه اول حاجة في الرب كندوي على الرب حيتاش ملي تيبورطات رجع كتيبورطي البراش كندوي البراش الدراري حيتاش ميمكنش كلشي بدا طالع فهمتوا بلا يعني اي واحد دوى على بوز ولا اي واحد واخا يكون عنده 10 كا في الشين دوى على بوز الخايب ولا كلاش بوز شي تراك كتبارطاجي دخلوا عند هذا وطبعا غيدخلوا عنده لحقاش هاد الايام هاد فاميليا تكزكجوا عليه غير الناس ديال المورفين. حنا كنعترفوا بلي المورفين اقوى واحد في الراب وهذا ما كتنساش فهمتي، هادي ما كتنساش، ولكن الدراري ما خصكمش تكونوا عباده فهمتوا. المورفين غبر واحد الايامات كون فان الرب فهمتي، شكون كينوب عليه كينوب عليه بوسلو فهمتي اللي كتقولوا ولده هو اصلا اعترف بها كانه ولد فهمتي، حيت ملي تبيفه معاه اعترف كانه ولد المور. يعني الدراري نتوما مشيو مع الرب ما تمشيوش مع العباده الرابر، حيت بوز ملي خرج تراكات انا كنشوف الريلات دابا فهمتي، حنا ماشي اي والله الدراري كنشوف الدراري ديال المورفين فعوط يضحكوا ياخذوا هادشي بالساركازم فهمتي، يقولوا شدوا داك ملقامي جاكاروات كما خلاها الصابيري طابلة مزيان فهمتي، جيبوا له المورفين بحال هكا يعني بالساركازم وغيبانوا احسن من اللي كيقولوا داك واش هذا راب الراب هو المورفو فهمتي، كتبانوا عبادة الدراري فهمتي. كنشوف فيك قصات في البلان كنشوف فيك عباد انت عباد ديال المور الراب المغربي ماشي العبودية. وانا علاش ما بغيتش ندير البلانات على داك الدراري اخرين اللي كلاشو بوز بحال جانتي بحال اخر بحال المهم شحال ديال الدراري لحقاش ما عنديش علاش ندير لهم كلاشات زعما فهمتي، خرجوا كلاش على بوز انا ما عنديش علاش ندير لهم علاش هما مجبودينش في الجيم يعني دخلوا القنيبه ديالهم غاباش يطلعوا فهمتي، اصلا السيد ما كيجاوش اخر لا ما كانش عنده بلاصه في الرب حيت هو شنو كان كيقول ما كان كلاشيش اللي ما ضيجا كان قال في واحد التراك تراك ايبيزاندا المهم قال في واحد التراك فيهم ما كان كلاشيش اللي ما ضيجا يعني الدراري ما حدو كي كلاشي حيت انت عندك واحد القيمه في الرب عندك واحد فحال نقول لك عندك واحد البيبليك ديالك كبير فهمتي يعني عاطيهم قيمه ملي قال لهم داك البلان يعني انا عاطيكم قيمه. والدراري ديال سموليكس عاود دخلوا ولا الدراري يكونوا مع الراب انا سموليكس عملت له رياكشن واخا عارف راسي غنتضرب كوبيرايت هكاك وعملت له رياكشن فهمتوا كيفاش علاش حيت سموليكس كيمزكني انا ما كيهمنيش كوبيرايت الا كانت المزيكا ما كتهمنيش كوبيرايت وسموليكس فريمون كلاش بوس يعني الواحد اللي خرج عليه الكلاش مقود يعني في داك في هذا البيف اللي داير واخا هو حشى راسو ولكن ملي حشى راسو في الكلاش قال ليه اول بلادي علمهم بوز واحد التعليه اللي فهمتوا بلان قال لكم فواحد البلان عزيزي المشاهد ما تقيمش الراب غير بالنوامر راه حنا الدراري كنتمسكوا الراب حنا كيعجبنا الراب ما كيعجبناش الرابر يعني السيد عنده ما يقول غنديروا عليه واصلا بوز عاود احترمه خلى له الترك الاخر من الابيزاند ديالو بوحدو الترك الاخر خلاه ديالو بوحدو عطاه احترام والترك كامل ديالو هذا عاود ريسبي من رابر الرابر وما كيعرفوا هادشي ولكن هذا ريسبي حنا كنتمزكوا المزيكا من ايامات اللي بداها مسلم كما كنقولوا فهمتي باش نكونوا واضحين الدراري اي ما الدومبيك اي ما يعني ما يجيش واحد واحد البروهوج ديال 2006 يبدا يكون دابا انا كنشوف لي كومونتير الدراري داك الدراري لا علاش عيبتي الدولي ملي دخلت لي كومونتير عرفت شكون كيعيب غير بنادم 2006 كتدخل البروفيل ديالو كتجبرو مبرهش الصف فهمتوا بلان كتجبرو برهوج اش غتجاوب اما بنادم بالعقل راه غيحكم لك بالعقل في التراكات باش نكون واضحين اليوم الدراري غنشوفوا واحد رياكشن غنديروها وغتشوفوا على مول الصوت التراك الاخر اللي خرج الاخر كي كلاشي فيه بوز الدراري وغنعطيو النظر ديالنا ودويت بزاف في هذا الفيديو هذا جو انا ما كيهمني لا بوز لا مورفي انا الناس هادو كاملين كنعرفهم انا كنتربص معاهم الكاش شي 7 سنين هادي
كنعرفهم مزيان. انا بوز عشيري انا وياك. شوف هادشي الا كان ديال العشرة ما يتلحش هكا ولا هكا، فهمت؟ العشرة كيبقاو عشرة، العشرة ما كيخرجوش من بعد، كيكلاشيو راسهم باش نكونوا واضحين الدراري. بتنا في ناموسية وحدة انا وياك، انا عارفهم كيفاش كيفكروا. انا في اوروبا انا تلاقيت معاهم، عاطين واحد الصورة للبيبليك كيمثلوا للبيبليك، ما قاريين حتى قلوة. شهادة شاهد من اهلها. كارير كاملة وانت صايم على المادية وجاي تفطر مع جورناليست. تلقى MS شنو غيوقع لك فوق من البرودة اللي كنتي غتلعب عليها زاندة؟ توبة دالاس. يو حقيقة من الاخر سكات عليها من الغدر، هيميني نقسم بالله وحق الله على منكر. انقيس كنت فهاد السطر صاحبي غير صبر، تيبان شكون لي بارانو شكون بارامونستر. اخلاقياتي ما تسمحش نجبد شي ناس بعاد لساني، غادي قايل عليه تحبابك وناسك. واخا عندي دوسيات على ديك البنت اللي معاها في كل ليله كايحلى ويطيب وناسك. نبداو نقولوا بسم الله اول دوسي. سمعتوا بعدا كياك؟ دابا تخيل معايا اخر اللي غايكون بعيد عليك، فهمتي؟ يعني سمول اكس شنو قال البوز؟ وربي احترمو حتى للكتابة، قال له احنا متفقين معاك في شي بلانات، يعني داك الكتاب اللي كيبغي يدوي على الدولة ولا كيبغي بلانات، المهم كيعالج مواضيع ولا فاش دوى على داك البلان ديال الناس اللي كيديروا برانكات لوالديهم وداك البلانات. بوز كان قالها في واحد الطريق. سمولكس قال احنا داك التراكات متفقين عليك. وسمولكس قبل ما يدخل للكلاشات شنو دار ستوري الدراري؟ احترمتو ديالو بصح هنا، حيت قال في ستوري بلي هادشي اللي وقع بين الدراري في الراب والكلاشات ناضي، الراب محرك، الراب جيم محرك واحد شويه، وانا ما جيت لكم. والسيد داخل بالاحترام، السط رابر داخل بالاحترام، انا كنعلي له ماشي غير شابو صافي. انا كنت مزك البوز وكنعرف بوز، وكنت مزك سمولكس سمولكس كنعرفو من ايام الاوائل، بادي معاه من الاوائل فاش كان مع شي في نوروين، يعني شو دروابا احتراماتي ليهم، فهمتي؟ بغيتي ولا كرهتي المانيطا في الطبوس، باش نكون واضح، بغيتي ولا كرهتي الصوت، ولا كنتي كتحقد غا فهمتي، الا كنتي انت عبد ديال الراب، عبد ديال الراب ما عندي ما نعملو كيف الشين انا هنايا، فهمتي؟ حيت ما يمكنش تيبان دراري اللي ضحاو معاك براسهم قاسهم باسك، ما غاديش معاك تربي على العداله، ما حد كوكا ما واخدش قد لي. اكبر رابر سمولكس اللي مبي في معاه، هو احسن رابر اللي مبي في معاه حاليا، شكرا على بلانات اللي كيدير، وهذا اللي ولد منطقته. شنو كيقول فيه؟ اي واحد بزناس 5000 درهم خلاص، الخمسه ديال لي برود، واش ما كتحشمش هادو فعيل ديال الكلاب؟ كتفرق الكفاف فرق الكيكه بعدا، كلو وكل جواد وخلصنا شي من الصاف. بلاتي ولا راه كيفرق الكفاف الصاد في الراب، فريمون كيفرق الكفاف في الراب. كاخذ مخرج ايبي زاندا ولا داك التراك ديال زاندا الاولي، ما كانش غيكون هادشي كامل في الراب جيم، والدراري ما كانوش غيتمسكوا. يا بي انا تمزكت لكلشي، تم دولي بران تمزكت له الترك الثاني، قلت له ناضي، فهمتي؟ وقلت حتى الترك الاولي ناضي، علاش؟ حيتاش ناضي كتب ودخل في حسن من هذوك اللي ما جاوبوش، فهمتي؟ انا ما كريتيكيتش دولي بران عفوا. جمعوا العبيد فهموا كيدير الاله، علاش تعطل ابيتيوس ولا شغل بازان ده؟ 20 مليون عطاتها شبكه افونس 12 مشات في طوموبيل و8 شمها غي بايضه. نعترف لك ذكي حيت تخرجها بالخف، عندك جمهورك غبي ونتايا فيهم غي سارح. الو شبكه عندي ليكم ديال جديد، ربوا به المصاريف وكلشي واكل ورابح، زيدوني 5 مليون نزيدكم او بي ابرا كادابرا، هكا خرجت زان ده. ما تمشيوش غالطين ماشي هومبري، العافيه اللي بغى يشعل كاع ما خرجت بارده. نبقاو في السياق الفلاح، وهادشي اللي جاي نقسم بالله تبصح شراوت المحسن اللي كرهتي فلار، وخدم يجيب اللقمه من اللوزين الفلاح. يلا لا مصطلح حتى الفلاح، مصطلح حد الحق. هكا كتخدم تكون معايا ولا تضيع العبيد اللي عندي، وغادي نلوح لك خلفتات. انا اللي حاكم موزار وغاب صبع يدي، نحرم عليك الارزاق ونسد الروبينيات. خبط لي فيك هو اللي حاكم اموزان، اموزان حاكم ماستر، فهمتي؟ بوس فهمتي منطقه هذيك حاكمها بوس، فهمتي؟ طلع عصب في النوامر، غنجيو حنا في النوامر، واخا الراب لا يقارن بالنوامر، حنا غنجيو من داك النوامر الدراري، فهمتوا البلانات؟ لحقاش السيد، فهمتي؟ فريمون معلي الدرابو ديال الموزان وتبارك الله عليه، لحقاش هو اللي حركنا هذا الراب جيم، ماشي هاد خونا اللي حركو، باش تكون واضح، انت ما حركتيش الراب جيم، انت بغيتي تطلع على الموج. انا درت هاد الفيديو باش نهضر على لوجيك، فهمت؟ حيت هادشي اللي كنشوف الدراري فريمون ما بقاش عاجبني، ومن حق اي واحد زعما كيدير لي رياكشن وبلانات
اي نود غيدوي على هاد البلان بحال هكا، حيت هذا ما بلان ما صرف ديال الرجال ما تلعب، باش نكونوا واضحين. جواد ما خلاكش تشوب، الخبز اللي بك جواد غا حبس من الكذوب، الخوف اللي فيك جواد ما يخليكش تجاوب، بدي استحبسوك فلاس انت هو غا كذوب. نخاف لا مشكلة انت بوز ما يجاوبكش على السطح حيتاش فهمت. هيا فيرس كل فاكس، زيرو موكري بارس، زيرو ايكو تريب. بان نقصرو. عطلا الدواسة مازال. لابس. تقولو كنقصر غير الاولد سكول. اوكي. برودوس. وي. سويتشي. ايو برادرز. دينا غاقول بسم الله. وجدو نوت سلاح. جيبو الشيخة الدراعي عيطو الشيخة يشطحو على هاد البرودي. شي بودي مات في ملاح، لا جاوبتي يا الفلاح، عطيني ودنك تسلاح. شدا نيفو في الراب، لا جاوبتي يا الفلاح. ترى سمولك صصت لي فهمتي، دار ربع ليك سنوات ضوئية مول الصوت ولا شنو سميتك، راه فهمتي. قال ليه كيعصبك الصدق حق الرب، حتى شي هذا فهمتي كتشوف كي لحقت بزاف في المغرب فهمتي. راه لكن بحال هكا الرب في المغرب ناقص منه، باش نكونوا واضحين الدراري، حيت كتشوف غير الحق هذا ديال بصح، كتشوف بنادم حاقد ديال مو ما كتعرفش علاش. المهم فهمتي، رسموليكس الصات وقال له ولد بلادي في الكلاس ديال سموليكس، قال نبوز له ولد بلادي قمه الاحترام، وبوز رد له قمه الاحترام، عطارو ترك الاخر كامل ديالو، حيت اللي كيحسبهم شويه طايح النيفو دخلوا مع بعضهم في التراكات فهمت، ولكن فريمون سموليكس عطالو التراك ديالو، علاش احترمو وخلى له التراك ديالو بوحدو فهمتوا بالله. هنا الراب جيم غبد الكتابة ومساح، ما غنخليكش ترتاح، خد وقتك كان تسنى قرطاسة الرولي دروسي نجات الجيتي قادر نحبسها بيدي، حسبني كافر دينا بيدك كان جواد ماشي انا اللي نقول سيدي، الموت اللي طالبتي بيها تديك هي دابا جات على ايدي، ما عنديش كارير نخاف عليه وما سوقي شكون اللي غادي فاليدي، انا اصلا ماشي رابر وهذا ماشي كلاش حتى هو غير اونكيت، شكون قال باغي بيت معاه انا كندير غير الحرفة اللي قريت، بغيت الرابي لقيني مع الرجال ما درتوش باش نتلاقى لي بونكي، محد بيبليك يا بدر وابا قريبا الراب غيدخل في حيط، نركبو الماج حتى شكون تسوق كما راد الناحس، غير الله يعفو من تبنى اللي ما عندو مخسر من تلف كما راد الناحس، دخلنا في الحيط كيدوي طاي طاي الدراري، ثقة في الكاس ما جمي وتسند كونفورمي المزيكا بلا ما تكون عباد، اما انت الفلاح لا قلتي عليا فاك نسد لا. سمعتو شنو قال هنا؟ واش سمعتو ولا لا؟ سمع جمي تصنص كونسومي المزيكا بلا ما تكون عبد الدراري، واش عرفتو شنو بغا؟ خونا بغى يجر بنادم لعندو فهمتو بلا، بغى يجر بنادم لعندو صح يدخل على بوز، وانت اطلع كركب قبل هذا الهضره، حنا ماشي كنرضعو يدنا الصط، حنا ماشي كنرضعو يدنا، حنا كنتمزكو المزيكا من ايام تبدا مسلم بدا الدومبيك بدا تشيفي، من داك الايامات الدراري وحنا كنتمزكو الراب، يعني باش انت تقول سمع جمي وتصنت كونسومي المزيكا بلا ما تكون عباد، يعني كيعطيني داك اللعيبه للبيبليك بلا ما يكونوا عباد وكونسومي المزيكا ديالي فهمت، بغيت يطلع كرك على السيد طلعش من قدام الناس، لو كنت كاين اجي نفاري وهاقي حنايا بجوج هاد الليلة نيت، تحالف مع شي بلاد شيوعي ودبرت انت بشي سلاح ايراني، ديرها ولا تعرف باللي راك خايف تحرقك ألسنة نيراني، راهش طلعوا غادي يلوحوا اصل امك من فوق البيراميد. نهاية النشرة، طيب الله اوقاتكم. بالعكس وكاين اللي كيقول لي عاود فهمتي انت عاود راكب على الموجة طالع على الموجة فهمتو بلان، كاين اللي غيدوي غيجي ما غاتعجبوش الحال ولا شي بلان، الدراري حنا ما كنطلعوش على الموجة فهمتي، حنا دايرين الادسنس بلا يوتيوب فهمتو بلان، يعني الادسنس كاين بلا يوتيوب باش نكونوا واضحين، ما غنطلعو ني على موجة ني حتى على شي حاجة، حنا كنهضرو في الراب ديال بصح، حنا كنهضرو في الراب باش نكونوا واضحين، لكن هذا الراب فحال هكا غاقطع الزبل هذا كامل، وهاد الفريم وهاد الراب كاين في المغرب ما خصوش يبقى حتى بنادم يتنقف عقله يتوعى شويه في عقله، ما يبقاوش العباده بزاف ديال الروابا، لحقاش كنشوف
غابوس في لوكلاش كلشي. الدراري اللي ما عجبكمش هادشي يا الدراري صافي انصرفوا بصمت، الرابور ديالكم يلوح لكم وتمزكوا، ماشي غتدخل اي واحد غتشوفو مكومونتي البوز ولا على الطرك ديال البوز في الريلا تتقول له عبه، تدخل عنده تقول له عبه، ديك الساعه انت اصلا كتبان مقروص حتى تلزدك هذاك، فهمتوا؟ هذه هي الحاجه اللي ما خصناش الدراري. المهم كان هذا هو الفيديو، لا بقيت كان لا زيد طولت هذا الفيديو هذا، غنزبلها ديال بصح حيت كنشوف شي حاجات اللي قود عليهم ساكن. المهم الدراري عجبكم الفيديو نتمنى تابوناو وديروا جيم، يلا بيس نخليكم.